السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة خير ومباركة علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية، وعظم الله لكم الأجر باستشهاد فاطمة الزهراء، ونحن نمر بالعشرة الفاطمية في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأيضا تصادف الذكرى العشر عشرة الفجر المباركة لانتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا نمر في بذكرى ثورة 14 من فبراير أبناء شعب البحرين، النظام الخليفي الذي يستمر في الظلم والاضطهاد والجور على أبناء الطائفة، هذا لم يأتي من عبث، وإنما قالها رموز الثورة في البحرين أن المخطط الخليفي مستمر في إبعاد الشريحة كبيرة من أبناء شعب البحرين عن مفاصل الدولة وعن المراكز داخل الدولة، وهم يؤطرون لمنهج الاحتلال الصهيوني واستحداث النسخة الصهيونية داخل البحرين باستجلاب المرتزقة من كل حدب وصوب. يا أبناء شعب البحرين، كلما وجد النظام منكم سكوتا وتهاونا في انطلاق ثورتكم وفي خروجكم للشوارع للمطالبة بحقكم وحق أولادكم وأجيالكم، سيزيد هذا النظام في ظلمه واضطهاده وجوره عليكم. علينا اليوم أن نستسقي الدروس والعبر من صاحبة هذه الأيام، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حينما هجموا على دارها وحاولوا إخراج أمير المؤمنين لمبايعة حاكم ذاك الوقت، وأرادوا أن يسيطروا على مفاصل الدولة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي المرأة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، خرجت مطالبة بحقها وبحق بعلها وبحق أولادها، وخرجت وجابهت الرؤوس الذين أرادوا أن يأخذوا الولاية من أمير المؤمنين سلام الله عليهم، وجاهدت وضحت بنفسها وبجنينها، وأسقط الجنين بين الجدار والباب، وخرجت رغم ألمها مطالبة بذلك الحق، الحق الإلهي المكلها، ولم تعبأ بالظلم ولم تعبأ برؤوس الفساد الذين كانوا يضربونها بالسياط وقد لطموها على خدها وتناثر قرطاء أذنها. يجب علينا نحن مدرسة وأتباع أهل البيت أن تكون فاطمة الزهراء هي قدوتنا في المطالبة بحقوقنا وبالاستمرار في المطالبة بهذه الحقوق. النظام الخليفي يستمر في الظلم والاضطهاد والجور واستجلاب المرتزقة ومحاولة تمكين المرتزقة والمجنسين من جميع مفاصل الدولة، وهذا لا ينعكس فقط على أبناء الطائفة الشيعية بل حتى وعلى أبناء الطائفة السنية. اليوم نجد أبناء أخواننا من أبناء السنة تأثروا تأثرا كبيرا بالمرتزقة وبالمجنسين الذين يسكنون في مناطقهم وفي وسط أحيائهم. يا شعب البحرين، عليكم بالاستمرار في تغذية هذه الثورة وإشعالها من جديد ضد الظلم والطغيان والجور من آل خليفة وأذنابهم وأزلامهم، ولنأخذ الدروس والعبر من الجمهورية الإسلامية في إيران ونحن نمر في عشرة الفجر المباركة، ونرى اليوم التطور العمراني والاقتصادي والحربي والاجتماعي داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، ونجد أنها رغم الحصار عليها
من دول العالم ومن الاستعمار العالمي من أمريكا والصهاينة، نجد بأنها قد وصلت إلى أعالي الفضاء، وشعبها اليوم قد وصل إلى مرتبة لم يصل لها شعوب الخليج مع حكامها الفسد الذين استأثروا بالأموال والخيرات والثروات لأنفسهم بعيدا عن شعبهم. نجد اليوم أن الشعب الإيراني بقيادته برموزه بعلمائه بشعبه يقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص ضد الحصار الاقتصادي والعمراني والاجتماعي والعلمي والعملي، وهو مستمر الجمهورية الإسلامية في انتصاراتها. يا شعب البحرين، خطابي لكم ولشعوب المنطقة أيضا، لشعب الحجاز وشعب الخليج عموما، بأن الأنظمة الظالمة الفاسدة التي استأثرت بالخيرات والثروات لا تستحق بأن تبقى على سدة الحكم. عليكم يا شعوب الخليج أن تنتفضوا، ونحن اليوم نعيش انتصارات عظيمة امتدادا من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن. نجد أن الانتصارات متلاحقة والانتصارات متوالية، وأن جبهات الظلم والطغيان هي في انكسار. علينا الاستمرار، علينا الصمود، والله سبحانه وتعالى يمدنا بالنصر. واعلموا أن النصر الإلهي لا بد أن يأتي لنا، ولا بد أن يتحقق النصر الإلهي. سيأتي ذلك النصر، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإذا بقينا متهاونين سيبدل الله بنا قوما آخرين يأتون. نحن اليوم ننظر إلى الانتصارات المتلاحقة من جبهة المقاومة والانتصارات على مدى التاريخ. الظلم ليس له مكان، وإنما الحق له التمكين على مدى الحقبة التي مرت على مر التاريخ. أطلب من الله تبارك وتعالى أن يسددكم يا شعب البحرين ويا شعب الخليج في مجابهة حكامكم ومجابهة هؤلاء الحكام الفسد الظلمة الذين تربوا في مدرسة الاستعمار العالمي بمقاومة ومحاربة الشعوب التي تنهض ويحاولون أن يخمدوا صوت الحرية أينما علا. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن تصل كلماتي لكم، وأن تنهضوا مجددا ضد هؤلاء الحكام الظلمة الفسقة الذين استأثروا بالخيرات والثروات لأنفسهم. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في تقدمنا نحو الانتصار، وأن يتحقق هذا الانتصار ببركة محمد وآل محمد.